هاد بوفل جاده محمد اوناجم خرج عن السيطره. والبارح بعد النهايه ديال الماتش ديال الوداد كونتر فريق اتحاد تواركا خرج وقال واحد الصراح اللي غريب بزاف. اما من ناحيه الصراح اللي قالوا هاد بوفل جاده ملي سولوا الصحفي شنو هو المشكل والازمه اللي كيعيشها حاليا فريق الوداد تصوروا معايا شنو هو كان الجواب ديالو. قالوا والله ما عارفين المشكل فين كاين. وزاد قال بلي ما عارفش حتى شنو واقع في الوداد. وزاد قال بلي الاداره ديال الفريق خاصها توجد الموسم الجاي. اما هاد الموسم هذا غادي نساوه وغادي نديروا اللي في جهدنا باش نكملوا بعد البطوله في الترتيب الثالث ولا الرابع. يعني من ثلاث بوفل براسو واخا تيلعب مع فريق الوداد ما عرفش حتى شنو المشاكل اللي دايرين في الفريق. وزيد عاوتاني السيد هذا باقي حنا في هذا الموسم هذا هو تيفكر في الموسم الجاي مع العلم تيجيب له الله باللي في الموسم الجاي غادي يبقى في الوداد لانه قال باللي كينصح الاداره ديال فريق الوداد في الموسم الجاي يجيبوا شي لاعبين اللي ممتازين باش يدوا اللقب. يعني هو كيحسب راسو غادي يبقى مع فريق الوداد في الموسم الجاي. مع العلم اذا جينا نشوفوا الارقام ديال هذا بوفل جاده في هذا الموسم هذا مع فريق الوداد تصوروا معايا هذا اللاعب هذا لعب 23 ماتش مع فريق الوداد في هذا الموسم هذا وتصوروا معايا من هاد 23 ماتش ما استطاع يسجل ولا يصنع حتى شي هدف. يعني هذا اللاعب هذا اللي كيلعب حاليا كمهاجم بهذا الموسم هذا ما ساهم حتى بشي هدف في الفريق الوداد. وشوفوا معايا السيد هذا الارقام اللي دايرهم في هذا الموسم هذا وجالس كيتهبل علينا وكيقول الصحف والله ما عارفين المشكل فين كاين. مع العلم راه المشكل فيه شخصيا لان هذا اللاعب هذا وبعد الانتداب ديالو فريق الوداد ما كيصنع ما كيسجل ما كيدير مراوغات بحالها بحال الناس. يعني اصلا الجهه اليمنى اللي كيلعب فيها هو شخصيا راه اصلا حيت هو فيها راه تتشكل واحد النقطه السلبيه للفريق وهو زعما بحال اللي ما عارفش هذا الشيء وجالس كيقول الله اعلم فينا هو المشكل. وراه السيدي راه المشكل فيك انت وخاصك تجمع راسك وتقاد مع الفرقه اولا في نهايه الموسم جمع حوايجك وسير بحالك لان انت يا اصلا في المستقبل راك ما غتعطي لا اضافه لا والو لفريق الوداد لان اصلا راك حاليا في العمر ديالك 32 سنه ولاعب في عمره 32 سنه وكيلعب كجناح راه باين العمى باللي المستوى ديالك غادي يبقى يهبط وفي الموسم الجاي ما غاديش تبقى تلعب وغتبقى جالس غير في الاحتياط وهذه عاوتاني غتكون واحد النقطه اللي سلبيه بالنسبه للفريق شخصيا. المهم انا ما جايش هنايا في هذا الفيديو باش نتهجم على محمد ونجم على الامكانيات ديالو ولكن انا جاي الرد على ديك اللقطه اللي قال والله ما عارف فين كاين المشكل. ومع العلم هو يا ما داير والو في هذا الموسم هذا مع فريق الوداد. من قبل ما نسال الفيديو ابطل الكومنتات وعطوني الراي ديالكم في محمد ونجم ويلا تيكن معكم حفيظ وتهلا.